ارم نظارتيك ما أنت أعمى، إنما نحن جوقة العميان. هكذا طالب نزار قباني العميد طه حسين، الشلال الهادر والمتمرد الأعظم، الذي أبصر النور بغير نظر وجسد واحدة من انتصارات الإنسانية ضد المحن. طه حسين الذي ترك أثراً في كل شيء، هو هازم الفقر والإعاقة والمنصف للمرأة للدرجة التي حمل فيها حقيبة الزينة لزوجته سوزان وهو لا يراها، والقاهر لكل صعب، فهو الذي أجاد اللاتينية وهي لغة ميتة، وانطلق يجدو بالفرنسية ويؤلف بها، وكان لسانه العربي كمس الحرير على الحرير. هو البارع في التاريخ، الحافظ لعمود الشعر، الحكاء العظيم الذي كشفت وثائق جائزة نوبل أنه اقترب من تخومها قبيل عقود ل14 مرة ولم ينلها. وكان أهم الذين تأثرت بهم من زعماء الثقافة العربية الجاحظ من جهة والمبرد من جهة أخرى، فقد كان من أول ما قرأت في الأدب المنثور كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان. هو مخلص الشعر من الصنعة وفارس المعارك الأدبية الذي لا يرفع الراية البيضاء، من أزمة الشعر الجاهلي لمعركة مستقبل الثقافة في مصر. هو النبيل الذي وقف مع وطنه وأعاد لفرنسا وسامها بعد العدوان الثلاثي. هو التلميذ الذي تمرد على الجمود، والأستاذ الذي منح تلاميذه كل القيم النبيلة. فكما قلت، أنا ملتزم دائماً لأني أعيش في بيئة وأحب إذا كتبت أن تفهمني هذه البيئة، ولا أحب أن تفهمني بعقلها وحده، وإنما أريد أن تفهمني بعقلها وقلبها أيضا. هو الصلب الذي آمن بحرية البحث العلمي وطبق إيمانه، مثلما نادى بتعليم كالماء والهواء، وكان أول من أتاحه مجاناً لأبناء وطنه وقت توليه كرسي التعليم في وزارة الوفد. هو طه حسين الذي أقام الدنيا وشغل الناس. عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، يعني الكفيف الذي أضاء العالم من حوله، أي كلام وأي مجهود يقال عن طه حسين ينقص الحقيقة من قدره، لأنه ما فيش كلام كفاية نقدر به هذه المسيرة الأدبية اللي نورت مصر ونورت العالم العربي في قضايا كثيرة ومعارك كثيرة. وإحنا بنحتفل ب50 عام على رحيل واليوبيل الذهبي للعميد عميد الأدب العربي، ويعني الاحتفاء به في معرض الكتاب وإعلان الهيئة العامة لقصور الثقافة عن طرح 20 إصدار من تأليفه داخل معرض الكتاب في دورته ال54. ويمكن خلال الأيام الأولى شفنا أنه ظهر 3 عناوين من هذه الكتب: خصام ونقد ومرآة الضمير الحديث وألوان. والحقيقة أنه كمان على مدار أيام المعرض القادمة هيكون يعني في هناك المزيد من العروض الخاصة بالكتب والروايات الخاصة بأديب عميد الأدب العربي دكتور طه حسين. نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن فكره التنويري ومعاركه الأدبية المستمرة. معانا دلوقتي ضيفنا في الاستوديو دكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان. مساء الخير عليك يا أخ. مساء النور يا أستاذ. يعني
زي ما كنت بتكلم بنحتفل بخمسين عام على رحيل عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، وهذه المسيرة الأدبية الكبيرة والاحتفاء به في معرض الكتاب للقراءة الدولي في نسخته 54. طبعا أولا استعادة طه حسين ليس مجرد استعادة عابرة لواحد من لكاتب عادي أو كاتب ضمن أحد الكتاب، لكنه في الحقيقة استعادة لعشرات القيم في التي تقف يعني بشكل واضح تماما في خندق التنوير والتفكير الحر والعقل النقدي وكل ما يعبر عن إنسانية الإنسان ودور المثقف تجاه قضايا وطنه وأمته. طه حسين ليس عابرا في تاريخنا، ولكنه الأب المؤسس لكل أفكار التنوير في العالم العربي في الحقيقة. وطه حسين مرت حياته بمجموعة هائلة من التحولات، وهذه التحولات بتعبر عن قدرة كبيرة لدى طه حسين تشكلت لديه في الحقيقة على المجاوزة والتخطي طيلة الوقت. يعني طه حسين الذي جعله بكل هذا الكبار الذي تحدثت عنه في المقدمة هو في الحقيقة رغبته العارمة في مزيد من التجدد المستمر. يعني طه حسين ليس مفكرا سكونيا ثابتا، لكنه ابن دائما لهذا الوعي الخلاق والمتجدد والمتجاوز باستمرار، ويمكن ده خلق الكثير من المعارك الأدبية لدكتور طه حسين. عايز أتكلم مع حضرتك عن معاركه الأدبية مع العقاد ومع الأزهر، ومسألة أنه لماذا كل هذه المعارك الأدبية؟ لماذا كل هذه المعارك؟ يعني ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في الحقيقة. لماذا كل هذه المعارك؟ يعني نحن كما تعلمين السياق الفكري والاجتماعي والسياسي والثقافي أيضا كان دائما سياقا محاطا بمجموعة من الأفكار والتصورات الرجعية. ومعركة طه حسين الحقيقية كانت معركة ضد الرجعية، هي معركة لصالح قيم الاستنارة ولصالح قيم العقل الحر. المعارك في حياة طه حسين هي في الحقيقة بدأت مبكرا، ويمكن أن نشير إلى بعض التنويعات في حياة طه حسين مثل معاركه مع بعض رجالات الأزهر أثناء دراسته. صحيح. لكن ربما كانت المعركة الأم في حياة طه حسين هي معركة كتابه الشهير في الشعر الجاهلي. في الشعر الجاهلي صدر في العام 1926، وطه حسين في هذا الكتاب بالمناسبة، وهو كتاب يتعرض يعني يوجد دائما ما يسمى بالسردية الجاهزة. السردية الجاهزة بمعنى أن هناك أفكارا مستقرة تجاه قضية من القضايا، ويتم تعميم هذه الأفكار بوصفها هي الحقيقة المطلقة. وهذا الكتاب تعرض لهذا الشكل من السردية الجاهزة أو المستقرة بأن هناك في الحقيقة تصورات ليست حقيقية عن هذا الكتاب. هذا الكتاب هو دعوة للفكر الحر، للتفكير الحر كما أشرت، هو إعمال لما يسمى قيم العقل النقدي القائم على فكرة المساءلة، وضع الأشياء. يعني ما يريد أن يقوله طه حسين باختصار في هذا الكتاب هو أنه يجب أن نضع كل الأشياء أو أن نضع جميع الأشياء موضع المساءلة وموضع المراجعة النقدية المستمرة. قول طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي بأن مثلا بأن بفكرة انتحال الشعر العربي أو أن ووضعه الشعر الجاهلي موضع تساؤل، هذا الـ هذا كان المعنى، هذا مسار الجدل. نعم، هذا المعنى دفع بقى إيه، كانت هناك معركة هائلة. هذه المعركة كان لها صدى في الجامعة من جهة، وكان لها صدى في البرلمان المصري آنذاك من جهة ثانية، ووقفت بالمناسبة أحزاب رجعية ومحافظة ضد طه حسين، ووقف متشددون ضد طه حسين، وتعرض لحالة من حالات الإقصاء داخل الجامعة. والإقصاء داخل الجامعة بالمناسبة لطه حسين تعرض له في أكثر من مرة، من إحدى المرات مثلا، وهذا يشير لك على فكرة كيف للمفكر أن يتسق مع نفسه. طه حسين كان له موقف مثلا من منح الدكتوراه الفخرية للشخصيات الشهيرة لمجرد أنها شخصيات شهيرة، وكان قد منحت الدكتوراه لعبد العزيز فهمي باشا، ورفض طه حسين أن يمنح درجة الدكتوراه ليس لشخص عبد العزيز فهمي ولكن للفكرة نفسها أو للمبدأ ذاته، وتم التنكيل بطه حسين.
وفي كل مرة في الحقيقة كان هناك رجل يعني واحد من آباء التنوير أيضا في الأمة المصرية، وهو أحمد لطفي السيد. أحمد لطفي السيد الذي رهن استقالته من الجامعة بضرورة عودة طه حسين. المعارك إذن في حياة طه حسين بدأت مبكرا، كانت معركة في الشعر الجاهلي، هي المعركة المركزية في حياة طه حسين. لابد أن أشير بالمناسبة في هذا السياق ونحن نتحدث عن معركة في الشعر الجاهلي إلى المذكرة المستنيرة التي كتبها وكيل النائب العام آنذاك السيد محمد نور. هذه المذكرة التي دافعت عن حق طه حسين في أن يقول ما يراه. الكتاب بالمناسبة صدر بعد ذلك في طبعة أخرى بعنوان في الأدب الجاهلي. صحيح أن هناك أجزاء حذفت من الكتاب، لكن ظلت الفكرة الرئيسة المسيطرة على الكتاب حاضرة بداخله. أيضا طه حسين يعني شهدت حياته جدلا كبيرا على مستوى المعارك التي كان طه حسين أحد طرفيها، مثلا معركته أو معاركه مع مصطفى الصادق الرافعي، مع الشيخ محمود شاكر، مع العقاد، معارك عديدة. لكن في الحقيقة كيف يمكن أن نرى هذه المعارك؟ وهذا هو السؤال الأهم. هل هي معارك محض أو مجرد معارك ما بين شخصين فقط، أم أنها معارك معبرة عن وجهات نظر مختلفة تجاه العالم؟ وجهات النظر هذه تعبر عن تيارات فكرية يموج بها المجتمع المصري. هذه المعارك التي خاضها طه حسين كانت من الصنف الثاني. مثلا معركة طه حسين أو معارك طه حسين دائما كانت في الحقيقة هي معارك الجديد ضد القديم. يعني طه حسين كان من أنصار الجديد، كان من أنصار الحداثة، كان من أنصار العقلانية. كان دائما يؤخذ عليه مسألة الأوربة وحديثه دائما عن أنه يعني يمكن في كتابه مستقبل الثقافة في مصر وحديثه عن أنه مصر قطعة من أوروبا. طبعا ده تفكير بالمناسبة، يعني هذا الكتاب شديد الأهمية والنقطة اللي أشرت إليها مهمة، وأنا ربما يعني سأتي إليها، لكن أنا أريد أن أكمل لك هذه الفكرة المهمة. أن معارك طه حسين لم تكن معارك ذات طبع شخصاني، معارك فردية، لكنها كانت معارك تدافع عن قيم كبرى زي قيمة الحداثة، قيمة العقل، التعليم. طبعا التعليم، وهنا نأتي مثلا إلى مستقبل الثقافة في مصر. تصور طه حسين عن طه حسين طبعا في تصوره عن فكرة الأمة المصرية، أن الأمة المصرية لها جذور حضارية راسخة، وأن الجذر الرئيسي للأمة المصرية يتمثل في الحضارة المصرية القديمة. ودعا طه حسين إلى التحاق مصر به، أو إلى هذه الأواصر التي تربط بين الثقافة المصرية، بين الأمة المصرية، وما بين الثقافة الأورومتوسطية. وطبعا ده واحد بالمناسبة من أبعاد يعني حتى لو نظرنا إلى هذه الفكرة وفي سياق، يعني لو تأملناها، الحضارة المصرية هي حضارة مركبة، يعني هي حضارة بتتشكل من جذور حضارية مختلفة، جذر فرعوني، جذر قبطي، جذر عربي، وصولا بالجذر إسلامي، وصولا إلى الجذر متوسطي، وصولا إلى الجذر الحديث. وكل هذه الجذور بتشكل ما يسمى بالشخصية المصرية. لكن كتاب مستقبل الثقافة في مصر، وهو واحد من الكتب الرائدة والمركزية في سياقه، بتتعرض أيضا لهجوم كبير في الحقيقة. وهذا الهجوم بيأتي من يعني الأفكار المهمة والفارقة التي طرحها الكتاب، مثلا أشرت لفكرة ازدواجية التعليم. يعني طه حسين بالمناسبة واحد من أوائل من نبهوا إلى خطورة ازدواجية التعليم ما بين ديني ومدني. ودي فكرة طبعا مهمة، وربما يعني لها يعني في كتير بيتكلموا عنها ويكتبون عنها الآن بتجليات مختلفة. طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر، وهو كتاب
حجر الزاوية فيه هو ربط قدرة طه حسين على ربطه ما بين التعليم والثقافة. يعني هناك علاقة مركزية ما بين التعليم والثقافة، وهذه العلاقة يجب أن يصبح لها تجليات في المسارين. يعني يجب أن يكون أن تكون مناهجنا التعليمية ليست مجرد مناهج تقنية فحسب، ولكن أيضا يجب أن تكون هذه المناهج بتشكل ما يسمى العقل العام. فالتعليم والثقافة الحجر أو الرباط الذي يصل بينهما كان طه حسين واعيا به إلى حد كبير. كتاب مستقبل الثقافة في مصر من الكتب المهمة واللي أثار بالفعل كما أشرت جدلا هائلا، وكان واحد من متممات فكرة المعارك في حياة طه حسين، خاصة أن هذا الكتاب ظهر في أعقاب معاهدة 1936، وكأن طه حسين كان يريد أن يرسم مستقبلا واعدا للأمة المصرية من خلال يعني تقدر تقولي من خلال العمود الفقري لأي نهضة وأي فكرة تقدمية، وهو التعليم. صحيح، احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يسري عبد الله استاذ الادب والنقد الحديث بجامعه حلوان، شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا. اشكرك يا استاذ. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع حديثنا مستمر عن عميد الادب العربي دكتور طه حسين والاحتفاء باليوبيل الذهبي على رحيله. نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.